فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهها في الدين اللهم فقهها في الدين اللهم فقهها في الدين وعلمها التأويل وحببها الناس اللهم كمل إيمانها وحسن أخلاقها وطهر فرجها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا صبية سميتك بما سماك الله نور حافظة غنية بنتي أفري بارك الله فيك يا صبية سميتك بما سماك الله نور حافظة غنية ريندي بارك الله فيك وهاي bayi perempuan ku beri nama kamu sebagaimana telah memberi nama oleh Allah di Lauhil Mahfuz nanti dengan nama Nur Hafizah Ghania anak perempuan dari Afriyandi. Semoga kamu menjadi perempuan yang salehah, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulullah, berguna untuk masyarakat nusa dan bangsa, terutama berguna untuk agama. Ala hadhihi niyyah kama nawa salafuna salih wa ila hadratin nabiy khairil bariyah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذه البنت نور حفيظة غنية بنت أفريان لبارة لك ولرسولك ولوالديها اللهم كمل إيمانها وحسن أخلاقها وطول عمرها ووسع أرزاقها وحوافقها في الدين وعلمها التأويل وهببها الناس واجعلها ذرية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين